السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة نزلا عند رغبة العديد من الإخوان الذين يتواصلون معي ويطرحون أسئلة تتعلق بجديد القرعة الأمريكية لسنة 2020-2021، أو بالنسبة للأسئلة المتعلقة بإرسال الوثائق للفائزين في القرعة الأمريكية لسنة 2022. ففي هذه الحلقة سوف أسلط الضوء باختصار، أقول باختصار لأن هناك حلقة أخرى سوف أضعها لاحقا، سوف أتحدث فيها على مقترح جديد صرح به الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية لجو بايدن. هذا المقترح الجديد الذي تنوي الإدارة الجديدة القيام بالعديد من التعديلات في أمور الهجرة، وهي أمور جد جيدة إذا تم تطبيقها إن شاء الله. ويقال أن هذه التسهيلات ربما لا تحتاج إلى تصويت في الكونغرس الأمريكي، بمعنى أنها ربما سوف يكون هناك أمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وزارة الخارجية، وأنذاك سوف يتم تطبيق هذه التسهيلات لدخول المهاجرين الشرعيين، أقول الشرعيين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكل سهولة. تذكروا أن هناك العديد من العراقيل التي تعرقل دخول المهاجرين وعلى رأسها كورونا، هناك تراكم في الملفات، هناك العديد من الأمور التي سوف أشرحها في الفيديو اللاحق، لأنه فيديو سوف أتحدث بالتفصيل على المقترح الجديد، سوف أتحدث على الأمور التي تهمنا جميعا كمهاجرين قادمين للولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا الناس الذين الآن ينتظرون التقديم على تأشيرات، يعني القرعة، لم الشمل أو غيرها من الأمور. فهناك تسهيلات تحدث فيها يعني الرئيس بايدن، أو المقترح الذي تقدم به الرئيس بايدن. هذا الأمر سوف أخصص له حلقة خاصة. اليوم سوف أركز على القرعة الأمريكية فقط القرعة الأمريكية. بالنسبة للإخوان الذين ما زالوا يتواصلون معي بخصوص القرعة الأمريكية سنة 2020، لا جديد لحد الآن، لا جديد، أكون صريح، ليس هناك حكم قضائي. كل ما يقال أن الحكم سوف يكون نهاية شهر يونيو، هذا الشهر سوف يكون هناك قرار قضائي من القاضي أميت مهتا. لماذا أقول أميت مهتا؟ لأنه القاضي الذي كلف بالنظر في قضية الفائزين في القرعة الأمريكية 2020، لأن هناك أخت تواصلت معي وأرسلت لي اسم شخص آخر، تأكدت بأن هذا الشخص هو محامي يحمل نفس اللقب لكن ليس اسمه أميت مهتا. أميت مهتا هذا قاضي فيدرالي تم تعيينه في حكومة باراك أوباما، يعني تقريبا 2011 أو 2012، ولا علاقة له بالشخص الذي بدأ يتداوله البعض الإخوان على بعض المنصات، على القنوات، على اليوتيوب، والذين يتحدثون أن القاضي أمر وأعطى القرار النهائي. ليس هناك أي قرار إخواني أخواتي بالنسبة لقرعة 2020، القرار سوف يكون نهاية هذا الشهر. نحن ما زلنا نتابع هذا الأمر ونتمنى أن يتم يعني الجزم فيه، لأنه الآن صار أكثر من سنة أو سنتين والناس تنتظر. ننتقل إلى قرعة 2021. بالنسبة لقرعة 2021 لحد الآن يقال أو يلاحظ أنه هناك مقابلات قليلة جدا، الأرقام صغيرة جدا. سوف أوضح لكم أو سوف أظهر لكم سكرين شوت لأخت أشكرها بالمناسبة، والتي راسلتني أمس وأخبرتني بأنها توصلت برسالة المقابلة. حينما لاحظت الرقم، يعني رقم صغير جدا، أقل من 12,000، أقول بصراحة لن أقول الرقم بالضبط، لكن رقمها أقل من 12,000. لا أعلم لماذا، هل تم منح تأشيرات لأرقام كبرى والآن هناك أرقام صغرى؟ الله أعلم، لأن هناك أشخاص مقربون يعني شخصيا أتابع يعني أمورهم، لحد الآن أرقامهم لم يتوصلون لا برسالة المقابلة ولا بأي شيء. لكن هذه الأخت أؤكد لكم، لأنه لاحظت سكرين شوت، سوف أقوم يعني إخفاء الاسم والرقم، لكن رقمها في هذا المجال أقل من 12,000، والمقابلة سوف تظهر لكم في شهر يوليوز، بمعنى أنه كما تعلمون بالنسبة للفائزين في القرعة الأمريكية سنة 2021 يفصلنا شهرين على نهاية السنة المالية. لذلك كل من يطالب أو يسأل بالنسبة للأسئلة المخصصة
بجديد قرار 2021، نتمنى أن يكون هناك قرار قضائي كذلك، لأنه كما تعلمون هناك مكتب المحامي كورتيس موريسون الذي ينوي رفع دعوى قضائية هذا الشهر من أجل يعني الطعن في القرارات والطعن في بطء يعني الإجراءات الخاصة بالقرعة الأمريكية سنة 2021، ولما لا يتم تمديد الأجل ما بعد 30 من شتنبر. هذا هو جديد قرعة الأمريكية لسنة 2021. إذا كان هناك أي شخص يشاهد هذا الفيديو وحصل على يعني موعد مقابلة وكان رقمه يعني فوق 20,000 أو 30,000 أو 40,000، فليضع تعليقه أسفل هذا الفيديو لتعم الفائدة فقط. هذا ما نريد من يعني جميع متابعي هذا القناة أو مجتمع هذا القناة لتعم الفائدة، وأشكره يعني مبدئيا. الآن ننتقل إلى قرعة الأمريكية لسنة 2022. كما تعلمون هناك العديد من الناس الذين بدأوا يتساءلون بخصوص إرسال الوثائق، ودائما أقولها في يعني الرسائل الصوتية التي أتواصل مع الفائزين من خلالها، وأقول أنه هذه السنة حاولوا إخواني أخواتي الانتظار شيئا من الوقت على الأقل إلى نهاية شهر يونيو، لنتأكد أن هناك يعني استمرارية في هذا يعني الإجراء، لأنه كما تعلمون إجراء إرسال الوثائق هذا الإجراء جديد، ربما هذه السنة الثالثة أو ربما بالكثير السنة الرابعة، لأنه من قبل كنا نقوم بجمع الوثائق ونأخذها إلى يوم معنا يوم المقابلة، لم يكن أنذاك إرسال للوثائق أونلاين أو شيء من هذا القبيل، كنا نأخذ الوثائق ونذهب يوم المقابلة ونقدم الوثائق يعني الأصلية والمترجمة. السنوات الثلاثة الأخيرة بدأ يطالب من الفائزين إرسال الوثائق، وهي جواز السفر، عقد الميلاد، وحسن السيرة والسلوك، وبالنسبة للمتزوجون شهادة الزواج. هذه من الأمور التي أؤكد عليها من الآن. لكن السؤال الذي يطرح الآن وهو أن العديد من الناس بدأت تتساءل، هل علي إرسال الوثائق الآن أم علي الانتظار؟ يعني قانونيا ويعني الواقع يقول أنه بالنسبة لإرسال الوثائق كان الفائزون يتوصلون برسالة إلكترونية تخبرهم بإرسال الوثائق. هذه السنة سنة 2021، الملاحظ أن مكتب الهجرة هنا في ولاية كنتاكي بدأ لا يقوم بالرد على أسئلة الناس وحتى بعض المرات المكالمات. كذلك هناك العديد من الإخوان الذين يتواصلون معي بشكل يومي قاموا بغلط في الاستمارة وقاموا بإرسال الاستمارة وتأكدوا من وجود غلط وقاموا بالتواصل مع المكتب كي سي سي من أجل إعادة فتح الاستمارة، وهناك أناس الذين فاقت المدة أكثر من أسبوعين لحد الآن ما زالوا لم يتم إعادة فتح الاستمارة بالنسبة إليه. فهؤلاء أركز وأؤكد إخواني أخواتي عليكم أولا تعديل على الأخطاء في الاستمارة لأنها هي أهم شيء. الاستمارة يجب أن تكون خالية من الأغلاط، بعد ذلك يأتي الأمر المتعلق بالوثائق. إذا تم التوصل في هذا الشهر لأي شخص، أي شخص توصل برسالة تخبره بإرسال الوثائق فجزاكم الله خيرا، يعني حاولوا يعني مشاركة هذا الأمر في التعليقات أو التواصل معي أو إرسال يعني سكرين شوت للرسالة، وأنا ذلك سوف أضع فيديو لكي تعم الفائدة. لكن نصيحتي الشخصية على الفائزين في القرعة الأمريكية سنة 2020 الانتظار على الأقل إلى نهاية شهر يونيو لنتأكد هل سوف تستمر إدارة الهجرة في نفس الإجراء وهو إرسال الوثائق أم سوف يكون هناك تغيير، لأنه كما قلت الإدارة الجديدة تحاول القيام بتسهيلات جديدة إقصاء العديد من الأمور التي كانت تصعب عملية التقديم على التأشيرات وملء الاستمارة أونلاين وغيرها الأمور. كما قلت الفيديو اللاحق سوف أوضح لكم التسهيلات التي طلب بها جو بايدن. لكن بصفة عامة بالنسبة للوثائق إخواني أخواتي عندكم حلين أقولها بصراحة، إما أنك ترسل الوثائق الآن أوكي وتنتظر ربما سوف تتوصل برسالة تخبرك مرة أخرى بإعادة إرسال الوثائق، ربما لن تتوصل بتلك الرسالة، أو أنه تنتظر شيئا من الوقت لنتأكد من هذا الأمر، لأنه لحد الآن يجب أن يعلم الجميع قرعة 2020
قرعة 2021 قرعة 2022 أن هناك تراكم آلاف من الملفات. لم يتم حل قرعة 2020، لم يتم حل قرعة 2021، وهناك احتمال أنه ربما الأمور سوف تكون سهلة وبسيطة بالنسبة للفائزين في القرعة الأمريكية سنة 2022، لأن المقابلات إن شاء الله سوف تكون في أكتوبر. آنذاك غالبا الوضع العام في أمريكا مع كورونا سوف يتراجع بشكل كبير، لأن نسبة التلقيح في الولايات المتحدة الأمريكية فاقت 53%، بمعنى أن نصف الأمريكيين حصلوا على الأقل من جرعة واحدة من اللقاح. فغالبا الحياة في أمريكا سوف تعود مع نهاية هذه السنة. هناك العديد من الفيديوهات التي أضعوا بخصوص الحياة العامة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما لا يشاهدها الناس خارج الولايات المتحدة الأمريكية لأنه ما يهمهم هو الحصول على التأشيرة. لكن من خلال تلك الفيديوهات التي أوجه للمقيمين هنا في أمريكا، فهناك العديد من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار، لأنها تتحدث على أمور تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالبطالة، تتعلق بكورونا في العالم وفي أمريكا. فأدعو الجميع لمشاهدة تلك الفيديوهات، لأنه غالبا سوف تستفيد منها حتى ولو كنت خارج الولايات المتحدة الأمريكية. فمرة أخرى بالنسبة للوثائق، أنت مخير بين إرسالها الآن والانتظار، ربما أنه سوف يتم إرسال الطلب مرة أخرى إليك، آنذاك يجب عليك إرسالها مرة أخرى، هذا هو الواقع، أو أنه عليك الانتظار حتى نرى ماذا سوف يقوم به مكتب الهجرة. لحد الآن هذا هو كل ما يتعلق بالقرعة الأمريكية سنة 2020 21 و22. أعتذر للفائزين في القرعة الأمريكية 2020 و21، لأنه لحد الآن ليس هناك إعلان عن القرار القضائي. غالبا كما أقول نهاية هذا الشهر سوف يكون قرار قضائي بخصوص يعني قرعة 2020، وربما قرعة 2021 التي نتمنى أن يتم حلها كذلك، لأن الرقم الذي كما قلت تواصلت معي هذا الأخت وهي حاملة لهذا الرقم وهو أقل من 12,000 على صعيد إفريقيا، فهذا الرقم يعني صغير وصغير جدا، خصوصا للناس المقبلين على المقابلة في شهر يوليوز، لأنه في شهر يوليوز من المعتاد أن تصل الأرقام إلى 40,000 45,000، لما لا 50,000. أما أن يكون هناك أرقام أقل من 12,000، هذا الأمر يعني ليس جيد صراحة. نتمنى أن يتم حل هذا المشكل. هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع. تابعوا الحلقة المقبلة التي سوف أقوم بالحديث على التسهيلات التي يطالب بها بايدن أن يتم تطبيقها في إطار الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على جميع الأصعدة، على جميع التأشيرات. لأي إنسان يريد القدوم للولايات المتحدة الأمريكية فهناك تسهيلات تطالب بها حكومة بايدن، نتمنى أن يتم تطبيقها. بالطبع هذه التسهيلات أطرحها عليكم من الآن، يجب أن تفهموا أن هناك أمور ربما سوف تواجه بعض الصعوبات. لاحظوا بأن خطة بايدن التي اقترحها بداية هذه السنة بعد دخول البيت الأبيض لحد الآن لم يتم النظر فيها. فالآن هناك مقترح لتسهيل دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك بالطبع ناس يعارضون دخول المهاجرين، أقولها بصراحة، لكن هناك فئة كبيرة من المجتمع الأمريكي تدعم دخول المهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سوف نتابع هذا الأمر وسوف أوضح لكم بالتفصيل في الفيديو اللاحق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى